فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينتقل الشخص من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام بسبب المعاصي؟ إذا صار منافقا خالصا انتقل إلى مرتبة الإسلام، إذا كان منافقا خالصا. أما إذا كان منافق فيه إيمان فهو لا يخرج من دائرة الإيمان. نعم. الله جل وعلا يقول هم يومئذ أقرب إلى الكفر من الإيمان. فقد يكون الإنسان قريب من الكفر لكن عنده إيمان لا يخرجه إلى الكفر ولو كان قليلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يومئذ للكفر أقرب منهم للإيمان، ومع هذا هم مؤمنون. نعم.